شوف النجوم عندنا في الاستوديو، اللعيب اللي استضفناهم قالوا مين هياخد الدوري، كان قالوا الاهلي هياخد الدوري ولا الزمالك هياخد الدوري. هنشوف تجميعه كده لنجومنا في اللعيب اللي استضفناهم على سؤال مين هياخد الدوري المصري، نشوف مين قال الاهلي، نشوف مين قال الزمالك، وانتوا شوفوا معانا التقرير ده. مين هياخد الدوري؟ الاهلي اقرب بنسبه 70%. يعني انا كنت متوقع ان ممكن تكون في مفاجاه لبيراميدز، ولكن في النهايه طبعا الاهلي الدوري بيناديه. قبل الدوري باسبوع او اسبوعين هيبان من بطل الدوري. اللي هيركز اكتر واللي هيحافظ على هدوءه. انت اول واحد زملكاوي تقول لي الكلام ده. انا ما اتعودتش، مش مجامل في شغلي يعني. إذا كنت هجامل الزمالك فأنا بمجاملتي دي أنا هخسره، مش هكسبه يعني. أنا ما أقولش لا، البطولة لسه شغالة ومعاك منافس قوي. أنا شايف الفريق الأهدى أعصابا اللي هينافس بشكل قوي جدا، اللي عنده طموح وعنده قوة في شخصيته وهيقدر يستخدم أوراق بشكل يعني يبقى فيه تثبيت للتشكيل.